السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بإذن الله هبتدي معاكم أول دروس التفاصيل الخاصة بالبارسلز. كل ما هقولك هنبتدي، احنا معانا هنا اهوت 4 بارسلز زي ما احنا شايفين، 1 2 3 4، وفي كمان 2 معمولين هنا بس دول بارسل مفتوح. كنت حذرتكم أنا في الدرس الأول من حكاية البارسل المفتوح، هنخليهم بس دلوقتي أول ما نبدأ بيهم. دلوقتي البارسل لو مفتوحة هيحول لي الخط اللي أنا حولته مثلا دوت، هيقول لي ده اسمه بارسل سيجمنت. بارسل سيجمنت يعني دي حدود خاصة ببارسل، لكن مش بارسل مقفولة، في ضلع ناقص هنا. حلو، فانا لو رسمت خط عادي اللي هو اللاين بتاعي ابتدى من هنا لهنا، مش هيقبله على اساس ان هو خط بارسل، لان البارسل لازم ليه خطوط. ممكن انا احول الخط اللي انا عملته دوت احوله بارسل، ازاي هحوله يعني خط بارسل؟ كل ما هو هناك اقول له ايه، كرييت بارسل فروم اوبجكت، تمام كده، وهقول له البوينت نمبر وكده، واقول له اوكي. خلاص هو عملها لي على اساس ان هي ايه، شكل مقفول، اللي هي دي كده اهوت، تمام، بقت شكل مقفول. فعشان كده سماها لي كام؟ سماها لي 5 مباشره، يعني هو الشكل موجود اهو بس ناقص الضلع الاخير بتاعه. فممكن انا زي ما قلت نرسم بولي لاين او لاين، وبعد كده اقول له حوله لي اللي هو البارسل كرييت بارسل فروم اوبجكت، او ممكن مباشره من خلال بارسل كرييشن تولز. هنا اهوت عندنا احنا اللي هو اول واحد دوت، تمام، اللي هو اللاين اد فيكسد لاين 2 بوينت، عبارة عن نقطتين بس، بضغط عليه هو نفس الحكايه بيطلع لي نفس المربع الحواري. هخليها مثلا سنجل فاميلي واخليها النمبر اونلي واقول له اوكي، تمام، وهوصل ما بين النقطه دي للنقطه دي للنقطه دي مباشره. راح محول لي ايه، محول القطع بتاعتي بقت رقم كام، رقم 6، لان هي دلوقتي بقت بالنسبه له قطعه مقفوله يقدر ايه، يقدر يتعامل معاها، تمام كده. يبقى لازم زي ما قلنا دي بتقابلنا جد كتير جدا زي ما هنشوف باذن الله في الدروس اللي جايه، في حاله لو في رسومات جايه لنا من الاوتوكاد كتير بنلاقي ان الخط مش قافل مع بعضه، او عايز يتعمل له اكستند او حاجه زي كده. فهو بيحول كل ما هو خطوط بيحولها زي ما قلنا ايه، بارسل سيجمنت اللي هي قطعه من الاجزاء من القطعه نفسها، لكن مش قطعه مقفوله. لازم نقفل الاول القطعه عشان تظهر ايه، تظهر معانا كقطعه ونقدر نتعامل معاها، تمام. دلوقتي هنبين لكم مجموعه ادوات ازاي نقدر نعدل المساحات في ايه، في البارسل بتاعتنا او القطعه بتاعتنا. هندخل على بارسل كرييشن تولز، تمام، نفس الخطوات اللي عملناها قبل كده. هاخد مثلا اول الاريا، انا عايز الاريا عباره عن 200 متر، الفرونتج اللي هي الواجهه بتاعتي عباره عن 10 متر، تمام. هنخش نوض، انا مش عايز اوفست، المينيمم ويدز 10 برضو، المينيمم ديبس نخليه 15، الماكسيمم ديبس مش محتاجه في حاجه، وهنا اليوز فور فرونت شورت فرونتج خليها ماشي كما هي دلوقتي، وهخليه اون. حلو، وهقول له في حاله لو في حاجه زياده نخليها فين، نخليها في اخر القطعه. طبعا هو عندنا 3 اختيارات، انا هخليها بس دي بليس ريمايندر ان لاست بارسل، تمام. كل ما هنالك اللي هختار هنا هو السلايد لاين كرييت، ماشي. هو بيقول لي نوت اختار اول حاجه، هو طبعا هيعمل لي مجموعه ايه، مجموعه قطع جديده تقسيم جديد، فلازم بيختار شكل البارسل هتبقى ايه. فانا اقول له سنجل فاميلي، وانا عايز بس اللي هي الرقم، مش عايز داتا كتير، وبقول له اوكي، تمام. بيقول لي ايه هي، بيقول لي اختار اول، يعني اول حاجه اختار البارسل اللي انت عايز تعمل لها سب ديفايد، اللي عايز تقسمها، فبقول له البارسل دي، تمام. الفرونتج بتاعتها اللي هي الواجهه، اول نقطه هنا واخر نقطة هنا، تمام كده. البيرنج كام، فبقول له 90، ده هو الخط الفاصل ما بين كل قطعة والتانية زي ما احنا شايفين، قسمها لنا بالتقسيم ده. طب هل انا موافق على التقسيم ده ولا لازم اقول له يس عشان اوافق او نو؟ في نفس الوقت انا ممكن اعدل، يعني واحنا بنشتغل اساسا القطعة دلوقتي هي، لا انا ممكن اعدل فيها. لا مثلا انا قلت انا عايز القطعة 250 متر، مجرد ما هكتب هنا 250 واقول له انتر هيبتدي يعدلها لي. اقول له مثلا لا انا عايزها هنا 400 متر، يبقى انا لسه ايه، لسه ما قلتلوش يس على كده، فهو ايه كل شويه يعدل معايا، اهي بقت 400 متر، تمام. يبقى انا ممكن طول ما انا شغال ادي 200 متر تاني واقول له انتر بيجيبها لي. حلو كده، يبقى احنا لازم ايه، لازم يبقى معانا الداتا موجوده هنا، وممكن نعدل زي ما احنا عايزين في خلال ايه، في خلال الشغل بتاعنا. فانا بقول له يس وبقول له انتر. حلو، هو بيقول لي في اريا تاني عايز تعملها، فبقول له بالمره خد لنا دي، تمام. الفرونتج بتاعتها، الواجهه بتاعتها من هنا لحد هنا، تمام. الازموس او البيرنج اللي هو الفاصل ما بينهم الزاويه كام، 90، نفس الحكايه، عجبتني خلاص ماشي اوكي، بقول له انتر. يقول لي في عندك ايه حاجه تانية، فبقول له اه في دي،
الواجهة بتاعتها برضو من هنا لحد هنا، تمام ماشي. الزاوية 90 وبقول له انتر، جابها لي مظبوط. طب نجرب زاوية تانية غير التسعين، فبقول له قيس هنا اهوت. حلو. في حاجة تانية بقول له دي من هنا لحد هنا، تمام. الزاوية كام؟ 45. طبعا هو هيطلع المبنى مشطوب، بس عشان نشوف هيبقى عامل ازاي. زي ما احنا شايفينه طلع كام؟ 45 45 45. حلو كده. ممكن نقلل المساحات او نزود المساحات. لا ما عجبنيش، فبقول له نو. حلو. بيقول لي الزاوية كام؟ بقول له الزاوية 90 وبقول له انتر. طلعها لي ايه؟ طلعها لي مظبوط. يبقى احنا كده ايه، زي ما احنا شايفين، يبقى احنا في الامر زي ما هو. لو انا عندي قطع مساحتها ثابته، بقدر اتحكم منها من هنا على طول اهو. يا دوبك بس اكون مجهز القطع الاساسيه الرئيسيه، اللي هي زي الارقام اللي هي من 1 ل 6 اللي كتبت الاول خالص دي. كل ما قلنا لك انا بس بحدد له هنا اهوت في المربع بتاعي الحاجه بتاعتي كام، الابعاد، المساحات، الكلام ده كله. وايه، وبشتغل بقول له انتر، بتعجبني خلاص بقول له انتر تاني. بيقول لي هات البارسل اللي بعدها. يعني العمليه كلها مش هتاخد معانا شويه، الا شويه دقايق بس في الاول، اللي هي تحديد البارسل الاساسيه، تمام. انتر انتر. في معاك حاجه تانية؟ فبقول له لا شكرا. اسكيب اسكيب. حلو كده. هو عمل لي هو مجموعه زي ما احنا شايفينها، مجموعه القطع بتاعتنا دي، تمام. زي ما احنا شايفين الترقيم طبعا ملوش دعوه ببعض خالص، كل ترقيم في كل ترقيم، يعني مثلا 1 و2 هنا، 3 و4 هنا، 5 و6 هنا، والدنيا بايظه خالص والكلام ده كله. الترقيم ده سهل، هنخليه في وقت تاني. يعني هنبتدي دلوقتي نشتغل باوامر التعديل، تعديل البارسلز. هنيجي مثلا على القطعه رقم 1 دي، انا عايز اخليها كام هي دلوقتي مساحتها؟ نشوف مع بعض كده. مساحتها حوالي كام؟ 221.64. انا عايز اخلي مساحتها 300 بالظبط. ازاي اخلي مساحتها 300 بالظبط؟ طبعا لو انا جيت في السيجمنت اللي هو الخط اللي ما بين الاثنين، ممكن ابتدي امسكه من الجريب الازرق دوت، تمام، وابتدي احرك يمين وشمال زي ما احنا شايفين. بس طبعا ده هياخد مني وقت عبال ما اظبطها على كام؟ على 300. لا انا عايز ادي امر بحيث يشتغل 300 على طول. ازاي اشتغل بكده؟ بضغط على بارسل هنا، تمام، واخد بارسل كريشن تولز اللي هو الاساسي بتاعنا. بكتب له هنا الاريا اللي انا عايزها 300، بشوف الواجهه كام، اقول مثلا الواجهه 10 متر اقل حاجه، مش عايز اوفست. نخلي هنا اهوت 10 متر اللي هي اقل عرض، واقل دبس 15 متر، تمام كده. واختار من هنا سلايد لاين اديت، تعديل مش كرييت بقى، تعديل اديت، تمام كده. بيطلع لي طبعا المربع الحواري عشان هو يعدل الجزئيه دي، سنجل فاميلي، وعايزها ايه؟ عايزها بالسكوير متر، بالمتر المربع كمان، واقول له اوكي. حلو. هنا بيقول لي اختار ايه؟ الاتاتشد لود. ايه اللي هو الاتاتشد لاين؟ اللي هو الخط الفاصل ما بين القطعتين. فده الخط الفاصل ما بين القطعتين. هو بيقول لي القطعه رقم 1، ولا لو انا رحت بالماوس هنا اجيب لي المربع الاحمر دوت، ولا القطعه رقم 14. فانا بقول له لا رقم 1، تمام. بختار له نقطه على الواجهه اللي هي مثلا النقطه دي، وبطلع هنا كده ماشي. بيقول لي الزاويه كام، او لو الضلع ما بينهم ده هيبقى كام، هقول له 90. فزي ما احنا شايفين قال لي ان هو هيشفتها الجزئيه دي. فلو انا ضغطت له انتر، حلو، وهعمل له ايه؟ هعمل له اسكيب ماشي، اسكيب تاني. بقت معايا الاريا دي كام؟ نشوفها مع بعض هنا كده. الاريا بقت كام؟ بقت 300. يبقى انا كده اقدر اظبط قطعه على حساب قطعه تانية. يعني هنا اظبط انا 300 على حساب مين؟ على حساب القطعه دي. طب لو الجزئيه دي انا ظبطت دي 300 وعايز ارجع اظبط دول، انا ممكن الغيهم كلهم وجاي راجع ايه؟ معدلهم كلهم من تاني بالسلايد لاين، بحيث اعدلهم ايه؟ اعدلهم كلهم. لكن عمليه الايديت فهو بيعدل ايه؟ بيعدل ايديت واحده. يعني احنا ممكن نوصل له برضو اللي هو بارسل لاي اوت، اللي هو هنا لما كتبنا احنا جزئيه السلايد لاين دي، بيعدل لي واحد بس كل مره، واحد 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 واحد، نفس الحكايه. لكن انا عايز اعدلهم كلهم مره واحده، يبقى انا ممكن يعني ظبطت اول واحده ابتدي الغي كله. يعني مثلا في الحاله دي هبتدي مثلا انا مجرد اضغط على الفاصل اللي ما بينهم، حلو، وتقول لهم ديليت، هيبقوا مجموعه واحده هنا اهوت. برضه نفس نرمي دي برضه، بقت هي ايه؟ واحده على بعضيها. وابتدي اخش عادي خالص بالايه؟ بالكريشن تولز، اقول له برضه المساحه اللي انا عايزها 200، وبعد كده ايه؟ يبتدي يشتغل هنا اهوت. حلو؟ دي طريقه ان احنا ايه؟ نقدر بيها ان احنا نعدل الاريا على حسب الاريا اللي احنا عايزينها بالظبط من خلال اللي هو السلايد لاين اديت، تمام؟ في حاجه هنا اسمها الفري فورم كرييت. ايه الفري فورم كرييت؟ هو عباره عن خط، تمام؟ ادي مثلا هقول له البارسل بتاعتي والايه والنمبر بتاعتي، تمام كده، واقول له اوكي. هو خط اهو زي ما احنا شايفينه، مجرد ما انا هاجي ابتدي هقف قريب من
من الخط البارسل هنا اهو قريب منها هنا اهوت، بيبتدي هو يعمل لي بشكل ايه مبدئي ان هو بشكل عمودي. يعني انا هختار مثلا النقطة هنا اهوت، سوري نعملها تاني select اللي هو البارسل فري فورم، حلو اهو مثلا هختار نقطة هنا اهوت، بعدين هو بيقول لي الزاوية اللي انا عايزها كام. انا ممكن اكتب له زاوية 90 واقول له انتر، يبقى هيعمل لي ايه خط 90 هنا. هو كل ما هنالك ان هو بياخد اي خط في البارسل يقف عليه زي ما احنا شايفينه، زي ما احنا شايفين الدايره اللي هي الصغيره في نهايه الخط دي، تمام كده. مجرد ما انا هضغط هنا هو خلاص مسك الخط منين، مسك من الخط من النقطه اللي كان ماسك مكان الدايره. انا عايز هنا بزاويه كام، اقول له مثلا زاويه 85، طبعا 85 مش عبان، 60 زاويه 60، واقول له انتر، عملها لي بزاويه كام، بزاويه 60 زي ما احنا شايفين. مجرد ما انا هقف عليها برده هنا اهوت، حلو، وارجع مثلا اخد دي كده عمودي هنا، عملها لي ايه، عملها لي قطعتين. طبعا ده اسمه الفري فورم، ممكن ايه بنعدل بيه بس مجموعه اريات لو انا عايز اقسم اريا او عايز اعمل حاجه في اريا، ده بيعدلها. يبقى ايه، لان هو ما بيقبلش زي ما قلنا ما بيقبلش اللاين، احنا ممكن بس نعمل لاين ونحوله او نشتغل على طول بالايه بالفري فورم كرييت، تمام. دلوقتي برضو احنا لو حبينا نعدل ممكن نعمل دمج لقطعتين مع بعض، دمج لقطعتين مع بعض، نشوف ازاي. هنعمل هنا اسكيب، تمام. هو برضو نفس الحكايه، لو انا مثلا خدت القطعه دي اللي هي 37 و38، 37 زي ما احنا شايفينها الحدود بتاعتها هنا، هضغط على البارسل لي اوت وهبتدي اخد من هنا اهوت. زي ما احنا شايفين في حاجه اسمها بارسل يونيون وديسولف بارسل يونيون. بارسل يونيون هيدمج لي اتنين مع بعض، حلو كده، هيدمج لي دي اهو. دلوقتي هو خلى لي 38 عباره عن الايه الاتنين مع بعض، عشان كنت بختار ال 37، فهو دلوقتي خلى لي الاثنين ايه الاثنين مع بعض. يعني انا عملت سكيب واخترت 38، زي ما احنا شايفين التهشير بقى ايه بقى على كل، سوري الاريا بقت كل دي. طبعا ده بقى خط ملوش لازمه حاليا، انا ممكن الغيه. ممكن احنا نتراجع عن عمليه اللي هو التقسيم اللي احنا، سوري الدمج اللي احنا عملناه ده. مجرد ما انا هضغط على القطعه كده وادوس على اللي اوت تولز، في حاجه معاها هنا اسمها ديزولف. ديزولف دي هي ممكن مهمتها ان هو هيشوف لو القطعه فيها خط اللي هو خط تبع البارسل سيجمنت دوت، هيقسمها على طول. لو فيها خطين هيعمل لها خطين. يعني هاجي هنا اهوت في البارسل يونيون دي كده وهبتدي اقول له ايه ديزولف، هيبتدي ايه يقول لي اختار البارسل، رجعها لي بقت عباره عن ايه اتنين بارسل، ادي واحده هنا والتانيه هنا اهوت، بس نصغر الارقام بتاعتها، ادي واحده وادي ايه وادي التانية، رجعهم لي زي ايه زي ما كانوا. يبقى في اليونيون ودي سولف يونيون اللي هم ايه بيفكوا الاثنين ايه الاثنين مع بعض، تمام كده. ترقيم بقى باذن الله هخليه في الدرس اللي جاي، عشان انا طولت قوي في الدرس ده، انا اسف عليكم، اسف ان انا طولت عليكم. وباذن الله في الدرس اللي جاي برضه هشرح لكم ازاي نبتدي نجيب بقى رسمه كامله من الاوتوكاد، زي مثلا لو معايا رسمه حاجه شبه كده، ازاي اقدر الاول اظبط الخطوط بتاعتها وبعد كده ابتدي اعملها ايه اعملها قطع. وباذن الله بقى في الدروس التفاصيل اللي جايه برضو زي ما قلنا ازاي بقى نحط داتا ونقدر نستخرج الداتا دي اهم شيء. يعني عمليه التقسيم زي ما احنا شايفين ما بتاخدش وقت وسهله جدا وبسيطه، يعني مجرد ما هنالك ان احنا بس بنظبط القطع الاساسيه اللي في الاول وبعد كده بنشتغل. هي الفكره كلها بقى ازاي نطلع الداتا والكلام ده كله، ده باذن الله في تفاصيل الدروس اللي جايه. عشان اسف على الاطاله، واشوفكم باذن الله في الدرس اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.